الحمد لله الكل صوت بالموافقة، أخبار طيبة وتوزيعات طيبة. أنا قالوا لي أول ما دخلت أن ما يحق لي صوت أو أحصل أرباح مثلك، مع أنه قلت لهم أن عندي سندات مثلك. أنا عندي أسهم يا راهي مو بسندات. ليش؟ في فرق بين حامل الأسهم وحامل السندات؟ حامل الأسهم يقدر يصوت في الجمعية العمومية ويحصل نصيبه من نسبة الأرباح اللي تحققها الشركة. عيال ليش ما خبرتني؟ كنت بعت السندات واشتريت أسهم. وليش تبيع السندات؟ أنت بعد عندك وايد امتيازات. أي امتيازات يا أخوي؟ أنت تقدر تحصل فوائد دورية على السند، ويوم يحل الأجل تسترجع أصل الدين. وشو بعد؟ بعد عندك امتياز أنك تحصل على فلوسك أو جزء منها قبل حملة الأسهم. تقدر أصلاً ترفع دعوة مدنية ضد مجلس الإدارة إذا صار فيك أي ضرر. يعني السندات أحسن ولا الأسهم؟ كل شيء له مزايا خاصة فيه، وأنت لازم تعرف الفرق زين قبل ما تقرر بشو تستثمر.